السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناه زيتامات بي سي في كل ما يخص دروس التمارين الرياضيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم درس ديال لي زيكواسيون، ولكن طريقه لحل اي معادله تعطات ليا في الامتحان او في التمارين في القسم. اي معادله كيفاش نقوم بالحل ديالها بالنسبه للثالثه اعدادي، بالنسبه لاشكال المعادلات اللي ممكن انها تعطاني في تمرين في قسم او في الامتحانات، وهما هاد الاشكال هادو هما سته. عندنا ا اكس بلس بي ايكال سي، ولا ا اكس بلس بي فاكتور دو سي اكس بلس دي ايكال 0، اكس او سي 2 كتساوي لينا ا واحد العدد، ولا لي زيكواسيون اللي فيها لي فراكسيون، ولا لي زيكواسيون اللي فيها لا فاكتوريزاسيون يعني ندير فاكتوريزاسيون او لا ديفلوبمون. هادو هما سته ديال الاشكال ديال المعادلات اللي ممكن نصادفها في اي امتحان او اي في اي تمرين. اولا نبداو ب ا اكس بلس بي كتساوي لنا سي. هذه معادله بسيطه، ا اكس بلس بي كتساوي لنا سي. ناخذ مثال عليها، هو 3 اكس بلس 12 كتساوي لنا صفر. هاد المعادله الا لقيتها كيف غاش نقوم بالحل ديالها؟ الحل ديالها هي من ابسط المعادلات اللي ممكن نحلوها من الدرجه الاولى. اولا كنديروا لي زوبيراسيون اوبوزي. شنو هما لي زوبيراسيون اوبوزي؟ زائد كنردو ناقص، ناقص كيطرد زائد، الضرب كيرجع قسمه، والقسمه كترجع ضرب. اذا هنايا عندنا 3 اكس بلس 12 كتساوي لنا صفر، عندنا هاد 12 زائد هنايا غردوها للطرف الاخر غتولي لنا ناقص 12. 3 اكس كتساوي ناقص 12، لان هنا كانت باشاره زائد رديناها اشاره ناقص. هنايا ما بين 3 و اكس كاين عمليه الضرب، اذا غنرجعها قسمه هي ناقص 12 على 3، ناقص 12 على 3 هي ناقص 4. باش نتاكد بان هاد ناقص 4 هي حل المعادله غناخذ هاد ناقص 4 غنعوضها في المعادله. 3 مضروبه في ناقص 4 هي ناقص 12، ناقص 12 زائد 12 هي صفر، دونك ناقص 4 هي حل لهاد المعادله. جميع المعادلات على الشكل ا اكس بلس بي كتساوي لنا سي كنخدموها بهذه الطريقه. الان ننتقلوا للمعادلات اللي فيها ا اكس بلس بي فاكتور دو سي اكس بلس دي كتساوي لنا زيرو. هنايا مثلا ناخذوا مثال ديال هذه المعادله، 3 اكس ناقص 2 عامل اكس زائد 1 كتساوي لنا صفر. عندنا 2 ما بيناتهم الضرب، 3 اكس ناقص 2 مضروبه في اكس زائد 1. اذا الى عندنا هاد الاشكال من الشكل من هذه المعادله بحال هذا الشكل هذا، يا اما هاد العامل الاول كيساوي لنا صفر او العامل الثاني كيساوي لنا صفر. اذا كنخدموا هاد طرف على انه معادله بسيطه بحالها بحال هاد المعادله هادي، وكنخدموا الطرف الاخر بنفس الطريقه. عندنا اكس زائد 1 كتساوي لنا صفر، و 3 اكس ناقص 2 كتساوي لنا صفر. دونك هنا عندنا زائد 2 كنردوها للطرف، ناقص 2 كنردوها للطرف الاخر كتصبح زائد 2. عندنا هنايا 3 اكس ما بينها و 3 ما بينها وبين اكس الضرب، اذا قلنا هي القسمه، الضرب كيرجع قسمه، القسمه كترجع ضرب، وناقص كيرجع زائد، وزائد كنرجعوها ناقص. دونك هنا عندنا الضرب غترجع 3 لهاد الطرف غتولي قسمه، اذا هي 2 على 3. حل الاول لهاد المعادله، نشوف الحل الثاني اللي هو اكس زائد 1 كيساوي لنا صفر. هنايا زائد 1 فيه اشاره زائد، اذا غرد للطرف الاخر غرجع لنا اشاره ناقص. اكس زائد 1 اكس كتساوي لنا ناقص 1، دونك الحل الثاني هو ناقص 1. حنا جوج حلول اللي كتقبلهم هاد المعادله هو 3 على 2 وناقص 1. هادو هما الشكل الاول. الشكل الثاني كيف نقوم بحل معادلات على شكل ا اكس بلس بي كتساوي لنا سي، او ا اكس بلس بي عامل سي اكس بلس دي ايكال 0. شفنا الشكل الاول كيفاش كنقوموا بالحل ديالو ديال المعادله. الشكل الثاني اللي هو ا اكس بلس بي فاكتور دو سي اكس بلس دي كتساوي لنا صفر. الان غننتقلوا الشكل الثالث اللي هو اكس او سي 2 كتساوي لنا ا. اكس او سي 2 المعادله كاين معادلات على شكل اكس او سي 2 كتساوي لنا ا. فهاد المعادلات هادي كتلخص كيفاش نحل هاد المعادله، كتحصلها لنا هاد الخطوط هادي. اكس او سي 2 كتساوي لنا ا، الا كان ا كيساوي فيها ثلاثة د الحالات، إلا كان أ أكبر من صفر، أكبر من صفر، إذا ثلاثة أربعة ستة مثلا عشرة، الحل ديال المعادلة هو إكس كيساوي لنا غاسين دو أ ولا موان غاسين دو أ، إما جدر أ ولا موان جدر أ.
هادشي اللي كاين بالنسبه لي. الا كان ا في حاله ا اكبر من صفر، ننتقلوا في حاله ا كيساوي لنا صفر، دونك اكس كتساوي لنا ايضا صفر، الحال ديال المعادله هو صفر. في حاله ما ا اكس ا اصغر من صفر، يعني ا عدد سالب، هنايا المعادله ليس لها حل. لماذا؟ لان الاس ما كيكونش سالب، يعني فاش كيكون عدد اس اثنان كيساوي لنا صفر، كيساوي لنا ناقص واحد او ناقص اثنان، او اذا الاس اس اثنان ما كيكونش سالب، في هذه الحاله كنقولوا بان المعادله ليس لها حل. اذا حنا في المثال اللي عندنا اكس اس اثنان كتساوي لنا 5، اكس اس اثنان كتساوي لنا 5، ا اكبر من صفر، الا كان ا اكبر من صفر اذا اكس كتساوي لنا جذر 5 او اكس كتساوي ناقص جذر 5. اذا الحلول ديال المعادله هو ناقص جذر 5 وجذر 5. هذه هي الطريقه باش كنحلوا المعادله اللي فيها اكس اس اثنان ناقص ا مثلا يقال صفر، راه كنرجعها اكس اس اثنان كتساوي لنا ا. ننتقلوا للمعادلات اللي فيهم لي فراكسيون اللي هما الكسور. اذا الاعداد الكسريه، معادلات فيها اعداد كسريه، بالنسبه لهاد المعادله فهي كتحل بشكل بسيط. اولا خصني ندير سوبريمي لي فراكسيون. شنو هما سوبريمي لي فراكسيون؟ اكيد ما غاديش نمسحهم. اذا كنقومو بتوحيد المقام، كنوحدو المقام ومن بعد كنستغناو على داك المقام. بهذه الطريقه نشوفو هاد المثال هذا، جوج اكس ناقص واحد على اربعه زائد اثنان على ثلاثه كتساوي لنا اكس زائد جوج على ثلاثه. هنايا المقام موحد ما بين هاد المقامات هو 12، اذا 4 مضروبه في 3 هي 12. دونك هنايا المقام هو 4، الا بغيت نحصل على 12 خصني نضرب في 3، الا ضربت هنا في 3 خصني نضرب البسط في 3 ايضا. اذا 3 مضروبه في 2 اكس هي 6 اكس، و3 مضروبه في ناقص 1 هي ناقص 3، زائد هنايا عندي ا 3 اذا خصني نضربها في 4 ونضرب البسط ايضا في 4. عندي هنا 2 مضروبه في 4 هي 8 على 12 كتساوي لنا هنا 3. اذا هنا في المقام كاينه 3، الا بغيت نحصل على 12 في المقام خصني نضرب في 4. دائما الا ضربت واحد العدد في المقام، الا ضربته في واحد العدد كنضرب البسط في نفس العدد. كما كتلاحظوا وحدنا المقام اللي هو المقام واحد هو 12. اذا بما ان وحدنا المقام كنقوم بالاستغناء على هذا المقام، دونك كنسوبريمي هذا، كنسوبريمي هاد لي فراكسيون هادو. كيبقى لنا البسط 6 اكس ناقص 3 زائد 8 كتساوي لنا 4 اكس زائد 8. فاش كتكون عندنا هاد المعادله كنقوم برد المجاهيل لواحد الطرف والاعداد المعلومات الطرف الاخر. 4 اكس بجانب 6 اكس، اذا 6 اكس ناقص 4 اكس. علاش درنا ناقص؟ لان هنايا لدينا اشاره زائد، دونك الا رديناها للطرف الاخر غير رجع باشاره ناقص. ناقص 4 اكس كتساوي لنا 8 ناقص 8، هنا 8 زائد، اذا الا رديتها للطرف الاخر غتولي لنا ناقص، زائد 3 لان هنايا ناقص 3، دونك هنا زائد 3. 8 ناقص 8 هي 0، دونك غتبقى لي 3. هنايا 6 اكس ناقص 4 اكس كتساوي لنا 2 اكس، دونك 2 اكس كتساوي لنا 3. دونك ما بين اكس و 2 عمليه الضرب غترجع قسمه، دونك اكس كتساوي لنا 2 على 3. الحل ديال هذه المعادله هو 2 على 3. دائما في اي معادله فاش كيكونوا كسور اولا نوحدوا المقام ونقوموا باستغناء على ذاك المقام. جيد، اذا الان غنطبقوا المعادلات اللي فيها الفاكتوريزاسيون، كنستعملوا التعميل. فاش كتعطيني واحد المعادله فيها واحد العامل مشترك، اول شيء كنقوم به هو انني كنعمل بداك العامل المشترك. يعني عامل كيعطيني واحد المعادله كيكون فيها عامل مشترك، اول شيء كنقوم به هو انني كنقوم بتعميل ديال هذه المعادله باستعمال العامل المشترك. اذا معامل مشترك اولا لي زيدونتيتي غماركابل اللي هما المتطابقات الهامه. هنا عندنا عامل مشترك، اذا هنايا 3 اكس عامل اكس زائد جذر 5 ناقص جذر 2. اذا العامل المشترك قلنا هو اكس، عندنا هنايا اكس زائد جذر 5، هنا اكس ناقص جذر 5. دونك هنايا كنعملوا باكس زائد جذر 5 عامل ماذا؟ 3 اكس ناقص جذر 2. هنايا عندنا اكس ناقص جذر 5 فاكتور دو 3 اكس موان غاسين دو 2 كتساوي لنا صفر. الى عندنا
جوج عوامل الضرب ديال لا جوج عوامل كيساوي لنا صفر، اذا العامل الاول كيساوي صفر او العامل الثاني كيساوي صفر. اذا نخدمو اكس زائد جذر 5 كتساوي لنا صفر، اولا 3 اكس ناقص جذر 2 كتساوي لنا صفر. دونك هنايا اكس زائد جذر 5 هنا بإشارة زائد قم بالضرب الطرف الآخر غترجع ناقص، دونك إكس كتساوي ناقص جذر 5. هذا الحل الأول. ننتقل إلى 3 إكس ناقص جذر 2 كتساوي صفر. إذا 3 إكس هنا ناقص جذر 2 غردوها للطرف الآخر غتولي زائد جذر 2. إذا 3 إكس كتساوينا غاسين دو 2 إكس، لأن ما بين 3 و إكس كاين الضرب. إذا إكس كتساوي جذر 2 على 3 القسمة، الضرب دائما كيرجع قسمة وزائد كترجع ناقص. الآن بقات لنا حالة واحدة اللي هي ديال ديفلوبمون. بالنسبة للديفلوبمون انت كنخدمو هاد ديفلوبمون هذا في حالة ديال هاد المعادلات هادو، ما كيكون عندي لا عامل مشترك مثلا، لا المعادلة على شكل الأول اللي شفنا ا اكس بلس بي كتساوي لنا سي، أو لا اكس أو سي 2 كتساوي لنا ا، ما كيناش ا اكس بلس بي فاكتور دو سي اكس بلس دي كتساوي لنا صفر. إذا حتى وحدة من هاد المعادلات ما كاين. هنايا كنديرو النشر أولا، هنايا ناقص 3 غنضربوها ناقص 5 غنضربوها في 3 اكس، بعدها ناقص 5 مضروبة في 1 زائد اكس كتساوي لنا 2 مضروبة في ناقص اكس اللي هي ناقص 2 اكس، و 2 مضروبة في 3 اللي هي 6. دونك هنايا ناقص 5 مضروبة في 3 اكس كتساوي لنا ناقص 15، ناقص 5 مضروبة في 1 هي ناقص 5 زائد اكس. هنايا غردوا الاعداد المعلومات الطرف والمجاهيل طرف اخر، هنا ناقص 15 اكس زائد اكس زائد 2 اكس كتساوي لنا 6 زائد 5، 6 زائد 5 هي 11، ناقص 15 اكس زائد اكس هي ناقص 14 اكس زائد 2 اكس هي ناقص 12 اكس. دونك هنايا ناقص 12 اكس كتساوي لنا 11 اكس، هنايا اكس كتساوي هي 11 على ناقص 12. دونك الحل ديال هذه المعادلة هي ناقص 11 على 12. هذه الطريقة الوحيدة اللي ممكن لأي عملية أي معادلة كيفما كانت غنقوم بالحل ديالها بإحدى من الطرق الستة اللي شفنا، يا إما الفاكتوريزاسيون أو لا ديفلوبمون أو لا يكونوا فيها لي فراكسيون كنقوموا بسبريمي ديالهم، أو لا تكون على إكس أو سي 2 كتساوي لنا أ أو أ إكس بلس بي.